عموما نحن ما خلصنا حديثنا، مو مشكلة منحكي لما ترجعي. بتمنى تنبسطي. مو معقول، ما بظن جوليدا تعملها. مو لهالدرجة هوليا، لا تخبصي بأفكارك. انتي هون يا خبيثة؟ باخد روحك والله. خير شوفي، تركيني وبعدي هيك، خلص خليني اشتغل. في شي حابة تقولي لي وما بعرفه؟ قولي يلا، قوليها بوشي هلا. شو بدك يعني؟ قلك يعني ما فهمت شو بدك. ليش هيك كنتي عم تطلعي بوشي قدام النائب لكان؟ ما طلعت عليكي فيك شي. اسمعيني منيح، اذا في شغلات تافهه عم تخطر ببالك فطلعيها من راسك احسن لك، ماشي؟ ولا تنسي ابدا انه المره الماضيه انتي نفتي بفضل فرهاد، بس هلا ما في فرهاد هون، لهيك بدي اياكي تديري بالك احسن ما تلاقي حالك انتي وزوجك الاخرس برات البيت. عم تفهمي؟ الله الله، وكيف رح تقلعيني؟ خلص روحي من هون وخليني كمل شغلي، واضحة من حالك كتير. انتي ما بتعرفيني لسه، بقيت لك وبرتاح منك، عم تفهمي؟ بقيت لك، عم تسمعيني؟ عم تفهمي شو عم قلك؟ بقيت لك والله، بقيت لك، بقيت لك بإيدي. بعدي عني. بدك تسكتي ولا بقيت لك؟ خلص عليكي على الآخر. ما فيك تتصرفي بهي الطريقة. بعدي عن طريقي ولا تعملي حالك مثالية كتير. نلعي جوليدا. جوليدا شو عم بصير؟ ما بعرف، أنا أعصابي تعبانة كتير. أنا آسفة. طيب تعي معي لبرا، تعي نحكي شوي. اهدي. شو في جوليدا؟ ممكن تقولي لي شو هي مشكلتك مع هوليا؟ سمعت شو قلتي لسونا كمان، انتي حابة تسودي وشي شي؟ خالتي انا ما عملت شي، هي يلي بتضل عم تسمعني حكي كل شوي، مو شايفتيها؟ انتي مو مستوعبة انه البيت صار مقلوب على الاخر؟ نامق امير خان مو هون وفرهاد راح، المفروض انك توقفي معي وتسانديني، بس انتي لاحقة هوليا وحاططيها براسك كل الوقت. جوليدا انا شو عملت خالتي؟ شو بدك يعني اعمل؟ ممكن تقلي لي مو على اساس انتي خالتي؟ بدال ما توقفي معي رايحة عم توقفي جنب خدامة تافهة وتدافع عنا كمان؟ شو أعمل يعني؟ ممكن تقلي لي خالتي؟ أنا بدي ارتاح شوي من المشاكل. بس مو أنا اللي عم أعمل المشاكل، وين الراحة بهالبيت؟ لسه لهلأ ما فهمتي؟ أنا فهمت كل شي، لسه لهلأ أنت ما فهمتي؟ أنت مانك مضطرة تعيشي هون جوليدا. براحتك، استأجرنا بيت وفي بيت أهلي، اختاري البيت اللي بدك ياه. عم تقلعيني يعني؟ لا أنا ما عم قلعك، بس مدام الناس هدول عم يضايقوكي هون ومدام انتي مو مرتاحة بالمرة، معناتها روحي عيشي هنيك. هوليا مجرد خدامة هون وانتي عم تفضليها على بنت اختك. انا ما بفكر هيك جوليدا، انتي عم بتوصلينا لهي الحالة. انا ما اهتميت فيكي من اول ما اجيتي لعندي، انا ما حميتك، ما دافعت عنك، ما سمعتك، ما تفهمتك، بس الجو مكركب من وقت ما اجيتي لهون. أنا ما استوعبت اللي بينك وبين نامق لسه، وفوق كل هاد تزعلي مني وبتتضايقي وبتاخدي موقف كمان. ماشي أنا ما بس ما بدي اسمع أي شي منك جوليدا، لأنك شو ما قلتي بعد هيك ما رح اعتبر كلامك صح بالنسبة إلي. ما رح أقول شي بعد هلأ، ماشي مثل ما بدك. أنا مضطرة أطلع هلأ، بدي روح شوف فرهاد، وأنت لو سمحتي روحي على البيت، خليكي هنيك اتفقنا؟ لو سمحتي لا تجيبي لي حكي، أنا تعبت وماني متحملة. ماشي. بتبهدليني كأني بنت صغيرة وبتمشي. أنا رح خليكي تندمي على كل هذا الحكي اللي حكيتيه وعلى كل شي عملتيه فيني وبأمي. أنا رح خليكي تندمي على كل هدول الشغلات.